ورش الإصلاح الشمولي للإدارة يوجد في صميم دينامية بلورة النموذج التنموي الجديد، هذا ما أكد عليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر بالرباط. وقال السيد بن عبد القادر الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق، إنه لا يمكن اختزال النموذج التنموي الجديد في النموذج الاقتصادي مثلا أو في القضايا أو الرافعات الاجتماعية دون الحديث عن الحكامة العمومية. الآن إحنا يمكن نقولوا عن ما يكفي من العناصر الدستورية والخطابات الملكية اللي كتجعلنا أمام نموذج جديد للإدارة أقل تدخلية وأقل سلطوية وأكثر قربان وأكثر احتكاما إلى قواعد الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى غير ذلك. إذن فهذا الورش هذا هو في صميم هذا الحوار الوطني وهذه الدينامية اللي تفتحت للبحث عن نموذج تنموي جديد. هذا النموذج التنموي الجديد النهار اللي غيتم الإرصاء ديالو والمعالم ديالو غتبان غيكون من المكونات ديالو الإدارة في نموذجها الجديد وكذلك الوظيفة العمومية. السيد بن عبد القادر أكد كذلك أن المغرب يسير نحو نموذج إصلاحي جديد يقوم على مفهوم الخدمة العمومية، مشددا على أن إصلاح الإدارة له مدخل أساسي يتمثل في تأهيل وتتمين الموارد البشرية، مؤكدا على أهمية التوجه بالتدرج من نموذج للإدارة العمومية قائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد يقوم على تدبير الكفاءات.